السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا ماذا جرى قبل المباراة، قبل بداية المباراة، يعني قبل إعلان على القائمة تاع 11 جوار، ماذا جرى في غرف تغيير الملابس. أنا نطرح سؤال، لماذا كان في غولي بارمي لي 11 جوار، لماذا تغير في غولي في آخر لحظة؟ لماذا كان إسلام سليماني هو رقم 9 الوحيد اللي كان غادي يدخل يلعب؟ باش نعطيكم توضيحات، روحوا شوفوا المباراة تاع جيبوتي اللي دخلوا دوزيام ميطو لي زاتاكون. خلينا من البلايلي اللي لعب الاولى، وخلينا بصح باش نعطيكم كيفاش دخل كيسموه محرز ودخل اسلام سليماني دخلوا دوزيام ميطو. كاين لاعبين اللي دخلوا دوزيام ميطو، خلينا في غولي صح لعب، كانوا مخصوصين مباريات، كاين كيما ما عندي وكلش لعبوا، كانوا مخصوصين مباريات. ماذا جرى في غرف تغيير الملابس؟ غادي نقولها كيما كان، يجب وضع نقاط على الحروف، يجب جمال الماضي يرجع للتحكم بمعنى الكلمة في غرفة تغيير الملابس، خاطش البيسير هو الرسمي. أنا نقول ماذا جرى، وعلى بالي وما خاصنيش ناس اللي يكذبوني، ما يكذبونيش الله يسهل. علاش ادم الناس كان بارمي لي 18؟ علاش ادم الناس طلع للتريبيل؟ علاه؟ هنا نقطة ولازم دق ناقوس الخطر، خاطر كي كنا نهضروا واحد الهضره كنت نهضرها من قبل. انا نقول بلي باش نعطيكم التوضيح، خلينا من غارديا ولا ديفونس، صح كان زروقي، كان بن ناصر، كان فيغولي، كان دونتري، كان محرز، كان بلايلي، وكان اسلام سليماني. باش تعرفوا كانوا صراو صوالح باش محرز محرز خرج من المباراة قبل لا يدخل المباراة. كاين بعض اللاعبين خرجوا من المباراة قبل لا يدخلوا في المباراة، خرجوا صايك سيبو. لولا فيغولي تنازل على المنصب تاعو، مركي 10 ودخل مركي 10، ما تضرب الباب تاع اللي دخلوا الخزنه، هذيك اللي دخلوا تضربها تهرسها، ما تضرب الصباط على الارض، ما والو، ادخل مركي 10. ها مركي 10 لولا في غولي اللي شاف مصلحه تاع المنتخب الوطني الجزائري. هو مشكور، هو مشكور، خسروا امور في مراكش، مبغيناش نهضروا عليها، سكتنا. صراو امور في المباراه تاع بوركينا فاسو قبل البارتيه، خاطش كان غادي الشعب غادي يتساءل لماذا محرز ما يلعبش، كيفاش غادي نلعبوا بدون ناف، نلعبوا مناف اي لعبنا مناف ايدمي واحد اون بوينت، وفي غولي من وبلايلي من ومحرز كابيتان ديكي في المباراه هذه ما كاش، وفي غولي مشكور على القرار اللي داره، في غولي مشكور على القرار اللي داره، خاطش عليه الاولى كاع محرز سي بون، في غولي راه تشوت تلعب منا، العب انت في معاك ماركو ماركي 10 ماركي لا ماركي دخل مركي 10، ما تضرب البلاكار بنية تهرسه، ما تضرب الصباط على الارض، ما والو، خرج يدخل، معليش معليش خويا ادخل.
عيطوا باش يكون على بالكم جماعه. لكن في غولي شاف يعني امور اللي غادي تخرج كانت غادي تبان حاجات تبان كابيتان دي كي في ماتش هذا مكاش من الطاف تنازل على المنصب تاعو. الناس كانت سألت كيفاش في غولي دونتري في غولي لي ماتش في غولي كاع لي ماتش كبار كاع يلعبو دونتري مع المنتخب الوطني من 2019 خلينا راني يعني نهضر من 2019 وروح في غولي كاع لي ماتش كبار كاع يلعبو دونتري ما يلعبش رو بلاصو يكذب عليك اللي يقولك رو بلاصو. في غولي بعد نقولو السن تاعو ولي بليسي والرجوع من الاصابات يعني وكثرت عليه الاصابات بزاف وين في غولي شانه ولا يلعب في غولي مي كان في غولي في 2014 جابها من برومي ماتش كاليفيكاسيون من برومي ماتش كاليفيكاسيون حتى لدرني ماتش امام الالمان ب 120 دقيقه ما رياش دقيقه في غولي برك لي لي حاليلو لي ما غيرهاش عم كونت لا بلجي كونت كوريا كونت روس كونت الالمان ما غيرهاش ما غيرهاش ما غيرهاش موتير ما غيرهاش. اول مره شفت في غولي انا ماتش كيما هذا في غولي ما كاش دونتري هنا نقاط ينحسبوا نقاط ينحسبوا. خاص جوار يقول لصاحبه جوار هذاك صاحبه يعاود لك صاحبه جوار هذاك. انا ما غاديش نقول لعاب اللي دار مشكله ولا لعاب من ولا لعاب من راه سهل حيت كنا نعطوا المعلومه بالاسم والصور بالاسم وكلش ولا يخرجوا يقول يخرج جماعه بالماضي يقول خلاه ما كان والو يخرجوا ناس يمسحوا زبل الكلاب او يا جمال انتوا ما تكذبوا تكرهوا لي كيف نصير هي تربح هذه روح تربحوها تاع ما عندكم تاع معلومه ضلوا تنقوا الكلاب تجينا تجي تكذبنا نجيبوا معلومه ما نجيبها لكش انت جيبها الناس اللي تحوس المعلومه الحقيقيه ماشي جوجل ولا جورنال ولا ميكرو نطلعها كاش هذه ولا رابط ولا ربطه ولا تاع قصبر ولا ما كاش جيب لك انا شكاين جيب لك حاجه حيه شكاين عليك ما بانش بكم ما هضر واش كاينه اناش منافقين ما نتبعش الموجه انايا الموجه تاعي وحدها تبعش الموجه انايا بارح لمحت لكم بعد المباراة ومن ناوري احنا تاع اليوم راني نقول لكم اليوم راه هضروا لكم شكاين يعني صرات مشكلة في مراكش اللي كان رايح ديلور يدخل دونتري ديلور كان رايح يدخل دونتري صرات مشكلة وصراو مشاكل موراه خاطش عليه أنا مور الماتش تاع بوركينا فاسو راه كاين الفيديو قلتلكم والله العظيم يا ديلور ما يزيد يلعب في ليكيب ناسيونال قلتلكم كيما هاك يا ودي قبل لا تطرطق قبل لا يدير جامع بالماضي القائمة قلتلكم الحمد لله الشعب شاهد الشعب شاهد الشعب كاين بزاف ناس يعيطوا لي يقول يا ودي بارك الله فيك يا ود عمي راك عطيت المعلومة قدام لا تخرج بلي ديلور بلي ما يزيدش يلعب في ليكيب ناسيونال والناس اللي ولاو قدامنا تطرطق الناس ولاو ديلور بركه دوبي ديلور بركه وقلت لكم يا ودي غادي يجي وقت ولاو تعايروا فيه يسكتوا حبسوا عليه ومن بعد خرجوا غير هما ولاو يعايروا في ديلور غير هما خرجوا ولاو يعايروا في ديلور. اما اليوم البارح لو البارح بارتي نهار الثلاثاء اما صرات تعاودت من انه القائمه قدامنا تخرج القائمه للاعلام افهموني قدام لي خرجوا القائمه للاعلام صرات مشكله وكثر خير في غولي كثر خير في غولي لي عرف كيفاش يغطي على مشكله كان غادي راه تطرطق في الصطاد ومن بعد يخرجوا يديروا لك رسائل اسمحوا لنا لا راك تطلب السماح من عند صحابك ماشي من عندي انايا انا على بالي الرسائل وهذوك لمن
لصحابك ولا خاص ما احترمتش واحد اللي مقيمك، ما احترمت لا مدرب ما احترمت لا ماشي معدم تاع مدرب، مدرب انت مع يعني الروح بالروح دير تضرب تراخر ما تتمركيش ترقد في السطاد يعني من بعد يخرجوا يدافعوا عليكم ونورمال وكلش. واش صرا لازم مراجعة حساباتكم. انا كي نقول لكم باللي جاما بالماضي اللي قلك الفيستير شوية تحكم فيه، عاود رد الناس المكان تاعها ماشي مي تعلن على القائمة ينوض واحد يضرب البلاكارد دو يضرب الصباط دو، هذه ما تخرجكش، هذه تغبنك، هذه تغبنك. تخليش القرون تاع بنادم يطلعوا، قصهم كاين مبرد بردهم.